هذا يقول سؤال: من خرج من بلاده وأراد طلب المعيشة وبعد تعدي الميقات الشرعي لم يحرم للعمرة، تعدى الميقات الشرعي ولم يحرم بالعمرة، وبعد ذلك جاب العمرة من جدة، هذا إذا كان قدم من بلاده وهو ناوي أداء عمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا مر به، سواء مر به في السيارة أو مر به في الجو في الطائرة، يحرم إذا حاذاه، لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم إذا كان يريد عمرة. أما إذا كان جاء للعمل ولا في نيته عمرة ولكن بعدما وصل جدة بدا له أن يعتمر، فهذا يحرم من المكان الذي نوى فيه العمرة سواء في جدة أو دونها، وحتى لو كان قريب من الأميال، لو كان قريب من أميال الحرم يحرم من المكان الذي تجددت له نية العمرة فيه، لأن هذا ميقاته. أما إذا كان جاء بالنية من بلاده ومر على الميقات وهو ناول للعمرة فهذا لا يجوز له أن يتعداه إلا وهو محرم، فإن تعداه غير محرم وأحرم من دونه فيكون عليه دم، وعمرته صحيحة، عمرته صحيحة، ولكن عليه دم جبرانا لتركه الواجب. والدم هو أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. ما في مانع أن الإنسان إذا أراد يركب طائرة أنه يغتسل في بلاده أو في المطار ويتهيأ، ولو لبس ملابس الإحرام ما في مانع، لكن النية ما ينوي الإحرام إلا إذا حاذ الميقات، أما مجرد لبس ملابس الإحرام هذا ما في حرج.